ما رحت السانتيجو. كاين اشياء اللي ربما ما نسمعوهاش، مثلا مثلا كاينه معلومه كانت انتشرت في واحد الوقت قالوا لي اسمه مثلا نحن جاب شي واسمه ما حبش يخمس مع انور هدام، كاين منها ولا غير كلام بركي؟ فرق نحكي لك يعني باختصار، انا لما وصلت السانتيجيدو في روما رحت دخلت هذه سانتيجيدو شغل كنيسه صغيره جدا، بيت صغير جدا متواضع جدا، ساهمت في حل ازمه ناميبيا، ارادت ان تتوسط في الازمه الجزائريه بحكم العلاقات الوطيده بين الجزائر وايطاليا، ارادت ان تجد حد لهذا الخلافات القائمة. المهم استقبلني أول مرة ألتقي بن بلة، أول مرة شفته أمامي، تحضني سلم علي قال لي أنا يا أفتخر بك، ليست لأنك تشتغل مع قناة سعودية ولكن لأنك جزائري بطل، قال لي أشوفك في الحروب وكذا وسلم علي آية حمد الله يرحمه ومهري والجماعة ومحفوظ نحناح. المهم في المساء عملت طلبت منهم أنه نعملوا ندوة ونسجلوها فكلهم موافقوا ما عدا أي حمد، قال لي مدام بن بلة موجود أنا ما راح أحضر، بن بلة يكفي وأنا عارف أنه فيه خصومة بينه وبينه يعني بس ما يتفهموش السيركوي ما يمشيش. وبعدين جاني واحد شخص قال لي حسن أنا سمعت بيك بلي راح تدير الندوة هذه، قال لي والأستاذ حاب يكون يعني جزء منه في الندوة هذه، قلت شكون الأستاذ هذا؟ قال لي هذا بوك روح، قال لي هو رئيس حزب التجديد وكذا، وأنا ما جامي سمعت به هذا. قلت له ايه، قلت له مرحبا، قلت له احنا راح نبع ندوة يعني اي افكار اي اراء تفضل يعني. هو احضر معهم وانسحب؟ لا لا جاء احضر في الندوة وبعدين احضر في الندوة تاعنا اللي عملتها الان بي سي. المهم انور حد قالوا لي انور هدام ما يتفاهمش مع محفوظ نحناح، جلستهم بجنبهم بجنب بعضهم وسلموا على بعضهم، they shake the hand بنجروا مع بعضهم. لا عارف انه لما بدا الحديث محفوظ نحناح بدا يعمل لي بومباردمون تاعو كونتر انور هدام. لكن احسن اللي كان يتكلم يعني اللي تفاجات انا بكلامه وما تكلمش يعني بالعربيه صحاو بن بلة، لانه انا بديت قلت الطرف الغائب هنا في هذه الندوه هو الجزائر، هو الرئيس الجزائري السلطه الجزائريه ممثله في اليمين زروال، قلت لهم انا راح نسالكم كانني انا اليمين زروال يقول لكم كذا وانتم واش رايكم، حتى ما يكونش الطرف تاع الحكومه غايب. فالمهم أنا قلت أول سؤال قلت بماذا نفسر هذه التطورات والأزمة هذه في الجزائر وكذا، نبدأ بأول مرة يظهر أمام المشاهدين العرب اسم الأول رئيس جزائري أحمد بن بلة، قدمته بطريقة يعني تقدر تشوف كاسات. فقلت له سيد الرئيس كيف يعني نظرتك لهذا الأزمة هذه؟ فتفاجأت، قال لي نقول لك أوليدي الأزمة دي تاع الجزائر كيرولي كات فوا كات، هذا يمد الباطون هذا وهي بالفرنسي هاي رول يهدر الهدرة تاع هذيك تاع شوية تاع الغرب هذيك كيرولي كات فوا كي الغولي كات فوا كات، هذا يمد الباطون هذا وهي ماشية. المهم سمى العرب ما يفهموا فيها حتى حبة، والله ما يفهم فيها، لأنه كان هذا القسم الاجتماعي هذا تاع اللي حكيت لك عليه قسم الاجتماع السياسي هذا كانوا سجلوا كل هذا المقابلة، تصور أنا كنت أشتغل فيه، سجلوها كاملة وكتبوها وحطوا عليها علامة، بعثوها لوزارة الخارجية وبعثوها لرئاسة الوزراء وبعثوها للخارجية الأمريكية، وما زالت عندي نسخة منها. ويقول له خذ تمعن في هذا اللقاء في هذه المقابلة التلفزيونية والتي تشفر الأزمة الجزائرية وتشخصها أو تشفرها decipher بالإنجليزي تشفر الأزمة الجزائرية بشكل دقيق. لما يعملوا الترجمة تقرأها يوصلوا لبن بلة يقولوا I couldn't understand اللي عمل، يقولوا ما فهمتش واش قال لأنه بن بلة كان يتكلم بالدارجة ويستخدم الفرنسية العبارات الفرنسية وموش مفهوم عربيته يعني فصحى. والندوة اللي شفناها تعرضت للقص الأخ حسن ولا هذه نقول لك جاء، فاحنا قاعدين نعمل في الانترفيو وهما جاءوا الشرطه دخلوا باش، لانه انور هدام كان تحت الحمايه لما جاء من امريكا كان تحت الحمايه خاصه وعنده وقت لازم يدخل فيه للفندق، فجاءوا قالوا لي شاطر يعني اسرع خلص لانه السيد لازم يغادر. قلت قال لهم هو اتس اوكي دوك شويه هكذا ونخلص. فكان التلفزيون الجزائري
بعث فرقة تلفزيونية مصور وبعث واحد مراسل وهذا صديقي نعرفه يعني، لكن هذا المراسل كان يصور ويرسل في الصور للبلاد الأمن. الجهاز الأمن فهما لهذا ظهرت هذه الأخبار أنه بهدام هو جاء طالب مني قال لي ممكن أحضر يعني أحضر الندوة، قلت له أحضر ثم داروها باش يشوشوا الحوار. لا هو اللي فسرها، هو اللي بعث لهم قال لهم دخلوا الشرطة وحبوا يخرجوا أنور هدام، فهمت عملها منها قصة هي مكانش منها it's not the case at all. فصرات يعني، لكن أنا لاحظت أنه مثلا نحن الله يرحمه كان يهاجم كثير في أنور هدام، وأما أنور هدام كان يستحي يعني ما وش حاب يدخل معاه في لكن أنا كنت رد يعني نقول له أستاذ محفوظ نحن الجبهة الإسلامية قالت كذا 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 وردت في بيان كذا، وانت يعني قاعد ف يعني عجبوا الحال أنور هدام أنه أنا خط مبادرة حتى نحط النقاط على الحروف ما يمرش الكلام اللي هو غير صحيح، لأنه أي واحد يخطأ زي بوكروح. هذا بوكروح لما رجع الجزائر أنا نزلت الأشرطة ونزلت على لندن وقاعد نعمل في ما زلت تحتفظ بالندوة كامل الأخ حسن؟ موجودة كلها. الله تعمل خدمة لو كنت لا قلت لك موجودة ما فيهاش يعني ما فيها، هي كلها طلعت ساعة وثلاثين وخمسة وثلاثين دقيقة، واللي نقصناه كانت بسبب الوقت طلعت ساعة وعشرين دقيقة يعني ما نحيناش كثير من الكلام مرة يعني أشياء بسيطة جدا جدا. هذا بوكروح لما نزل على الجزائر وتعرض للضغوطات من قبل هك تعرف أصحاب الكسكتة قال راح أعمل مؤتمر صحفي، وقال لهم الان بي سي حرفت لي الكلام اللي قلته في السانتيجيدو، اقسم بالله العلي العظيم غير كذاب والله، وقلت له عيطت اتصل فيه وقلت له ليش يعني، لانه اتصل فيه المدير تاع الان بي سي المشرف الكبير قال لي صحيح الكلام هذا، قلت له ها من الاصلي ها من عندك وروح شوف، قلت له ها احنا عملنا المونتاج هما كانت تعملنا ساعه و40 نقصنا من كل شويه من واحد شويه شويه اشياء زايده ما عندهاش في المونتاج طلعت ساعه و20 لانه هكذا طلبوا الجماعة تاع ما عندهمش الوقت لأنك تمشي بالوقت في نعم